احنا برضو من 4 سنين تقريبا عملنا مبادرة 100 مليون صحة، وبرضو هنا منظمة الصحة العالمية استفدنا كتير جدا جدا من خبراتها في هذا المجال. فعملية العمليات الفنية اللي بتتم عشان تعمل مسح لأكثر من 70 مليون إنسان في مصر، لما جينا نعمل المبادرة ديت اتعملت، وكان الدعم الفني اللي بيقدم والخبرات اللي بتقدم لنا هو ازاي تعملوا مسح طبي لانك عشان تتحولوا من دولة هي من انا اسف يعني من اوائل دول العالم المصابة بهذا المرض الى دولة هي الاقل في العالم طبقا للمعايير. معايير مين؟ معايير منظمة الصحة العالمية. فانا عايز اقول برضو ده يعني نقطة نجاح اخرى او يعني نقطة مضيئة جدا في التعاون مع المنظمات وقد ايه احنا استفدنا منها. وبرضو بقول زي ما كان الإصلاح الاقتصادي كان نجاحه في مصر هو فرصة حقيقية لينا للوقوف أمام صدمة الجائحة وتأثيراتها الاقتصادية، أنا بقول لكم برضو إن دعم منظمة الصحة العالمية فيما يخص برنامج 100 مليون صحة اللي احنا اتكلمنا فيه هنا في مصر واللي تخلصنا من خلاله من تقريبا اكتر من 2 مليون وشويه مصاب بالفيروس ده، علاوه على مسح طبي للخريطه الطبيه، ودي كان اول مره نعملها بشكل متكامل بالطريقه ديت لامراض غير الساريه زي يعني السمنه والسكر والضغط اللي كانت بيتكلموا عليها بعد كده ان هي كان ليها تاثير على في كوفيد، يعني انها دي هتبقى الاكثر تاثرا من كوفيد 19. انا شايف دكتوره مايا الحمد لله على السلامه، انا اول مره اشوفك بعد الحزه. لا خلي حضرتك مستريح، اتفضلي. الف لا باس عليك، الف لا باس عليك. فاقدر اقول ان احنا النتائج اللي احنا حصلنا عليها كمصر واللي بقولها دلوقتي عشان اسجلها وعشان كل الناس في مصر تسمعها وحتى الإعلام لما ينقلها للعالم كله يعرف قد إيه إن المنظمات دي لديها رصيد هائل من الخبرات والقدرات اللي المفروض الناس كلها تستفيد منها وتطمئن إنها وهي بتتعاون معاها إن هي العائد هيبقى عائد عظيم جدا جدا هيعود على البلد اللي هتكون بهذا التعاون.